السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلبة وطالبات الثانوية العامة. إن شاء الله هنواصل معاكم المراجعات السريعة، حل معادلات البوكلت الأعوام السابقة 16 17 18 19. هنبدأ النهاردة، ما زلنا برضو في المعادلات السريعة وحلها. وضح بالمعادلة الكيميائية أثر نيتريت 1 و2 و3 ثلاثي هيدروكسي بروبان. طبعا ده اللي هو الجليسرول اللي عندي احنا عارفينه. طبعا لما نعمل له نيترة بيديني ثلاثي نترات الجليسرول او النيترو جليسرين، ليه اسم تاني. طبعا دي سهلة جدا وعملناها، وجبنا اوه اتش هنا واللي باقي ان اوه تو. الكلام ده 3 حاجات وعملناها في الحلقات اللي فاتت. بقول الكلام ده حلقات اللي فاتت عشان لازم نرجع لها كده بسرعة سريعا عشان نستفيد. الناتج طلع لي ثلاثي نترات الجليسرول او النيتروجليسرين، ده معروف ومشهور طبيا. اهميته توسيع الشرايين لعلاج الازمات القلبيه وصناعه الايه المتفجرات. يبقى دي اول معادله عندنا النهارده. المعادله الثانيه بيقول لي وضح بالمعادلات الكيميائيه كيف نحصل على كلوريد الحديد 2 من اكزالات الحديد. اكزالات الحديد طبعا بالتسخين هتديني اكسيد حديد 2 زائد. طبعا دي عملناها برضو في الحلقات اللي فاتت، انا كل شويه اقولها كده عشان برضو نراجع عليها ونرجع لها. وثاني اكسيد ايه الكربون، يبقى اداني اكسيد حديد 2، ده مش مطلوب، المطلوب كلوريد حديد 3. هنضيف له 2 HCl ضايل هيديني كلوريد الحديد زائد مي. طيب نمره باء، ما اثر حراره؟ طبعا بيقول لي كيف نحصل على اكسيد الحديد المغناطيسي 3 من هيدروكسيد حديد 3. هيدروكسيد حديد 3 بنعمل له انحلال بالحرارة درجة حرارة أعلى من 200. المعادلة دي مشهورة، ممكن تيجي لي لوحدي، تيجي لوحدها يعني. بتديني أكسيد حديد 3 زائد مي. أكسيد حديد 3 مش عاوزين، احنا عايزين أكسيد الحديد الإيه المغناطيس. فبنعمل له اختزال عن طريق CO2 من الناتج اللي طالع لأكسيد حديد 3 من 230 ل 300 درجة، بيديني اكسيد الحديد المغناطيسي زائد ثاني اكسيد الكربون. المعادله الاخيره في الورقه ديت وضح بالمعادله كيف تحصل على حمض السلسلك من الاسبرين. ده تحلل مائي طبعا وده عكس مين، ازاي نحصل على ايه على الاسبرين من حمض السلسلك. خلاص نركز، يبقى الوقت هنا الاسبرين لازم يكون عارف تركيبته. خلاص زائد ميه زائد ميه بيديني الايه حمض السلسلك وحمض الايه الاسيتك. حمض السلسلك وحمض الايه الاسيتك. ناخد بالنا من المعادلات الجميله دي. طيب نواصل بقى ان شاء الله مع بعض كمان معادلتين عشان نلحق نرفعهم. كيف نحصل على بنزوات الصوديوم من الطولوين؟ طبعا دي جت لنا قبل كده في الحلقه بتاع المره اللي فاتت، بس كان من حمض البنزويك. طبعا الطولوين معروف هنعمل له اكسده مع 5 أكسيد الايه الفانديوم. خلاص بيدينا حمض الايه البنزويك. حمض البنزويك مع هيدروكسيد الصوديوم بتديني بنزوات الصوديوم زائد ايه مي. طيب بنزاميد من حمض البنزويك عملناها برضو المره اللي فاتت ومكرره، مش انا اللي بكرر دي. احنا قلنا جبنا المعادلات كلها، الاسئله كلها اللي موجوده فين، في امتحانات 2017 دور اول وتاني، 18 دور اول وتاني، 2019 النموذج الاول والنموذج التاني اللي الوزاره منزلاه. وضح بالمعادلات الكيميائيه كيف نحصل على البروبان. بروبان معروف اللي هو الاسيتون. خلاص من 2 برومو بروبان، 2 برومو بروبان بنعمل له كي او اتش بيديني كحول ايزوبروبايلي. كحول ايزوبروبايلي بنعمل له اكسده بيديني الاسيتون او البروبانون. اعمل لكم صفحه برضو الاسم الشائع والاسم ايه حسب الاوبك عشان برضو ايه نحاول، او الاوباك في نطقين صح، زائد مي. وضح بالمعادلات اختزال خام الحديد. خام الحديد في فرن ميدريكس والفرن العالي. بالمناسبه ده السؤال ده متكرر كتير في الامتحانات، الاختزال عن طريق فرن ميدريكس طبعا 3CO و 3H2 حرارة بتدينا 4 حديد زائد 3CO2 طبعا أكسيد الحديد الخام في الاثنين. خلاص هنا أول أكسيد الكربون بس، لكن هنا الغاز المائي أول أكسيد الكربون وإيه والهيدروجين. ناخد بالنا من الفروقات، هنا أعلى من 200 درجة، هنا تسخين. خلاص اداني هنا 2 حديد زائد 3CO2 ودي شرحناها برضو في الحلقات اللي فاتت
في ورق وشرحناها بالتفصيل. وضح بالمعادلات الكيميائية كيف نحصل على كلوريد الميثيلين من الميثان. طبعا ديت الهلجنة فيها 4 معادلات، بس هو طالب مني جزئية معينة برضو. بشوفنا احنا فاهمين ولا حافظين الأربعة وخلاص. طبعا ميثان زائد كلور الترافايلوت CH3Cl كلوريد الميثايل زائد HCl. من حيث ما انتهينا بنبدأ الـ4 معادلات كده، بنضيف لها كلور برضو الترافايلوت CH2Cl2 اللي هو كلوريد الميثيلين اللي هو عاوزه زائد HCl. لو عملت المعادلتين التانيين يبقى خطأ، يبقى انا مش فاهم حاجة، يبقى هو طالب مني لغاية المعادلة التانية بس. كده ان شاء الله نتوقف عشان الحق ارفعها لكم ان شاء الله، واعمل لكم حلقات تانية برضو على مادة الترفع. ما تنسوش الاشتراك معانا في قناتنا مصطفى رجب خبير العلوم، نعرف زمايلنا عشان كل يوصل لنا كل جديد. الى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.